قدم برنامج صباحكم نور الذي تعده وتقدمه الدكتورة باسمة السمعان بمرافقة روحية من الأبجور شرايحة، حلقة جديدة ومتميزة بعنوان عيد مار الياس الحي، حيث تطرق البرنامج لحياة النبي إيليا الذي عاش في شمال الأردن. وقد أغنى الحلقة عبر اتصالات هاتفية كل من الأب فرح حجازين والأب جهاد عماري والأب مودي هنديلة. فإلى هناك، حابين نحكي عن النبي إيليا وعن حياته مع الاتصالات. الآباء الكهنة رح يغنوا الحلقة بمواضيع كتابية من العهد القديم، من سفر الملوك، اللي بتتحدث عن حياة هذا النبي العظيم، اللي خصوصا عندنا بالأردن يعني هو نعتبره أردني هذا النبي، لأنه عاش في عجلون وعاش في المغطس وعاش في بين جلعاد وبين تشيت، بين المناطق جبالنا، ونبي من أنبياء الأردن يعتبر لأنه عاش في هذه المنطقة. إيليا النبي أبونا دائما موصوف بصورة له أو أيقونة، أصبعه بيكون واقف مثل هيك عامل، وأيضا بإيده الثاني السيف. فالسيف طبعا من كل من القصص الموجودة في الكتاب العهد القديم والعهد حتى نذكر في العهد الجديد عن طريق رسائل القديس بولس، وأيضا يسوع ذكره كمان إيليا. فهو كان يدعو إنه الرب الله هو حي بيننا وهو إله أحياء، فكان مضطهد في بداية رسالته مثل ما تم الذكر في عهد الملوك من العهد القديم في سفر الملوك. خبرنا أبونا عن هذا النبي إيليا النبي ورسالته على الأرض ورسالته أيضا للبشرية. إن شاء الله. أولا إيليا هو من أعظم الأنبياء في العهد القديم، وبصادف عيده غدا 20 تموز في الكنيسة الكاثوليكية. يعتبر القديس إيليا من أعظم قديسي العهد القديم، ومن أعظم الأنبياء في العهد القديم، ومن أعظم القديسين شهرة وانتشارا في بلادنا. كرس له شرفنا الآلاف الآلاف من الأولاد الذين يحملون اسمه. شفاعته قديرة عند الله، ومزاره لا يزال اليوم هذا قائما على جبل الكرم في حيفا، يؤم الآلاف الآلاف من المؤمنين طالبين شفاعته وحمايته من الروح الوثنية الطاغية. إنه رجل إيمان يحبس السماء عن المطر بأمر الله فلا تنزل مطرها. نصلي وإياكم للرب الإله أكيد بشفاعة النبي إيليا، وهالنبي العظيم اللي اسمه بالعبري إلهي يهوى. هالنبي العظيم اللي ولد ببلاد جلعاد شرق الأردن، نسك البراري، وشخصية عظيمة ما ننكر، وعاش في نهاية القرن التاسع قبل الميلاد. اللي بيقرأ سفر الملوك بيشوف انه في آية جميلة موجودة بسفر الملوك 18، ان يد الرب كانت مع إيليا. عمل كثير من المعجزات هذا النبي، منها حبس بصلاته المطر على الأرض 3 سنين و6 أشهر، وكان زي ما تفضلتوا يقيم عند نهر كريت تجاه الأردن، ناسك في البراري. ومن المعجزات انه الرب كان يرسل له غراب او غربان تقيله، تبعث له خبز ولحم بالغداء وخبز ولحم بالعشاء، شاورما بعالم اليوم 50 جوم لحمه يعني مش بس خبز. وكان يشرب من النهر. كمان من معجزاته المذكورة بسفر الملوك انه بيوم من الايام اقام عند ارملة صرفة صيدا وبارك لها الدقيق والزيت، كان في مجاعة وفقر، وحكت له انا ما عندي غير شوية هالدقيق والزيت، كيف بدي اعجن لك اياهم، خايف يخلصوا. فبالفعل كل ما كانت تعجن له من الدقيق والزيت لم تفرغ جرة الدقيق ولم تنقص قارورة الزيت، بموت ابنها بيصلي عليه وبنهضه من بين الأموات. ومن المعلوم أنه كشفت التنقيبات الأثرية بالعام 99 و2001 عن أهم آثار الموقع، وهي دير مار الياس والمكان الذي صعد منه النبي إيليا
إلى السماء، وكرس أيضا الدير للرهبان. والكنائس التي تم العثور عليها في الموقع أيضا، سيما الكنيسة العليا التي تم بناؤها مع مطلع القرن السادس الميلادي وتبلغ مساحتها 1430 متر مربع، الأمر الذي يدل أن هذه التلة هي جزء من مجمع كبير. فكنيسة بهذه المساحة تعني وجود سكن للرهبان المكرسين للخدمة في المنطقة، ومكتبة ومرافق أخرى قد تكون ما زالت تحت تراب الأرض مدفونة تحتاج إلى تنقيب وبحث. ومعلوم أن هذه المواقع ليست إرثا وثروة وطنية فقط، بل وأيضا إرثا إنساني وديني محلي وعالمي لحقبة من تاريخ البشرية. ومثل ما نعرف أن الفاتيكان اعتبر هذا الموقع موقعا للحج المسيحي في الأردن، كحال موقع المغطس وجبل نيبو ومزار السيدة العذراء في عنجرة.